الفرقه وبعد كده بيشيل الكتري. جماعه الاخوان في سوريا ودي كان بيرقصها علي صدر الدين بيانون، وبعد كده اللي خلفه حاليا محمد رياض الشقفي ثم محمد حكمت ولي. الجناح التنظيمي الثالث كان اليمن، ممثل في حزب الاصلاح اليمن، وده بيرأسه حسين عبد الله بن حسين الاحمر. وفلسطين وجناحها جناح حماس، وكان بيرأسه المكتب السياسي لحماس على رأسه خالد مشعل ونائبه موسى ابو مرزوق. موسى ابو مرزوق ده كان عضو مكتب ارشاد علني ومراقب الاخوان في امريكا. نعم انها كانت خطه حرب، لكن للاسف كانت معلنه، اعلنها الرئيس الامريكي بوش الابن، وقال اني ساخوض حرب صليبيه ضد العرب والمسلمين. اما المؤامره فقلت اني من هؤلاء المتهمين الذين تعاملوا مع اجهزه الاستخبارات الامريكيه والغربيه وقيادات اجنحه التنظيم اللي اتكلمت عنها. اتكلمت برضو عن اطراف المؤامره. من هم اطراف المؤامره؟ قلنا التنظيم الدولي للاخوان اول طرف، والتنظيم الدولي تم وتاسس برعايه وتحت سمع وبصر الدول الاوروبيه وسنة انجلترا، ومارسوا نشاطهم منذ الستينات. شن حرب من حروب الجيل الرابع، حرب بالوكالة على منطقة الشرق الأوسط. بهدف أو بدعوة إقامة الديمقراطيات في المنطقة دي، والهدف كان إحداث الفوضى وزي ما قلت تقسيم الدول. مكتب الإرشاد العالمي ومجلس الشورى العالمي على رأسهم المرشد المتهم محمد بديع استدعى بعض أجنحة التنظيم وقيادات أجنحة التنظيم في بعض الأقطار اللي وافقوا منهم مجموعة على القيام بدور تنفيذي لتنفيذ الشق العسكري من الخطة. من بينهم كان جناح التنظيم في تونس اللي هو حزب النهضة، وده بيرأسه راشد البنوش، ده كان عضو مكتب إرشاد عالمي وكان مراقب الإخوان في تونس.